فضيلة الشيخ محمد بر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا، صلاةً تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فمع جلسة جديدة بحمد الله عز وجل وتوفيقه من جلساتنا حول سورة الفاتحة، والتي سميتها بخواطر حول سورة أم الكتاب أو بسورة الفاتحة. ووعدتكم أن نتكلم عن فضائلها وعن مكانتها وعن بعض معانيها. وسورة الفاتحة أو سورة الفاتحة هي مكية عند جمهور العلماء، آياتها 7، وقال بعضهم بأنها مدنية كما سنوضح بإذن الله تبارك وتعالى. سورة الفاتحة على وجازتها وعلى قصرها جمعت معاني القمح. سورة الفاتحة رغم أنها صغيرة، 7 ديال الآيات، جمعت لنا الخلاصة ديال القرآن العظيم، وأشارت إلى مقاصده الأساسية على وجه الإجمال. فتكلمت عن أصول الدين وعن فروعه، وعن العبادة وعن التشريع وعن العقيدة وعن الإيمان باليوم الآخر، وتكلمت كذلك عن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبالاستعانة وبالتوكل، وتكلمت كذلك عن معاني أسماء الله تعالى الحسنى وعن أسمائه العلى سبحانه وتعالى. كذلك اشتملت على الدعاء، واشتملت كذلك على ذكر قصص السابقين، وكذلك اشتملت على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء كي يسلك المؤمن طريق الصالحين وطريق المهديين، كما ذكرت منازل الذاكرين ومنازل العارفين ومنازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، منازل السعداء، وفي مقابل ذكرت كذلك مدارك الأشقياء. كل هذا سنوضحه بإذن الله تبارك وتعالى. ومن ثم قدمنا بتلك المقدمات، وقلت لكم بأنه من تنقرأوا القرآن تنستحضروا أنه رسالة ديال الله، نستحضروا أن القرآن رسالة من عند الله تيتكلم معك، الله سبحانه وتعالى يتكلم معنا جميعا. فما تعتقدش بأن القرآن نزل للصحابة ولا تتكلم مع شيء يعني شيء مخلوق آخر، تكلم معي ومعك ومعنا جميعا القرآن العظيم. ثم هيا لاحظوا، هل يمكن الإنسان أن يستوعب بخياله، استحضر هذا الكون العظيم لخلق الله سبحانه وتعالى، المجرات، ملايير المجرات، علماء الفضاء، علماء الجيولوجيا، وعلماء يعني ديال الفضاء تقول بأن الإنسان والبشرية ما دركت إلا القليل 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 من هذا الكون الفسيح. حاجة عظيمة جدا. وهذا التقرير على التقرير ديال المؤمن فيه هو الكافر، شي حاجة عظيمة هذا الكون. إذا لو استوعبت هذا الكون هذا لخلق الله سبحانه وتعالى، شوف أنت شكون. أنت ذرة صغيرة، الإنسان ذرة صغيرة في واحد الكوكب تيتسمى الأرض. الأرض لا شيء بالنسبة لهذه المخلوقات وهذا الكون الواسع اللي خلق الله تعالى، فكيف أنت يعني واحد ذرة؟ ولكن الله تعالى رفع من شأنك ومن قدرك ومكانتك، فجعل يتكلم معك رغم أنك أنت يعني لا شيء في هذا الخلق ديال سيدي ربي،
من حيث العظمة ومن حيث يعني القوة، لكن الله تعالى رفعني شأنك، فبدأت يتكلم معك باش بالقرآن العظيم والفاتحة. تعلمنا كيفاش نخاطب الله سبحانه وتعالى، كيفاش نتكلم معه. الله سبحانه وتعالى تبيه لنا بأن الكون كله خاضع له وتسبح بحمده، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، خاضع لله سبحانه وتعالى. وهذه أمثلة حقيقية، يعني ماشي مجازية. وإن الله يسجد من في السماوات والأرض، وإن الله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها بالاختيار وبالزز منهم، حيت كاين العبودية الاختيارية هي اللي بغان الله سبحانه وتعالى، تتعبد الله باختيارك والحرية ديالك وهي اللي بغى منك. وكاين العبودية القهرية، هي العبودية ديال من؟ ديال الكون، يدخل فيها حتى الكافر، هو عبد ديال الله بغى ولا ما بغاش. لكن انت تطيع الله وتتصلي وتخضع أوامر الله، هذيك عبودية اختيارية. فإذا كل شيء في الكون يسجد لله. ولهذا في شأن داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. هذه أمثلة حقيقية ماشي مجازية، بمعنى خاضع لله تسبح لله سبحانه وتعالى. فالإنسان متى يستحضر هذا المعنى لا يملك إلا أن يسجد وأن يخضع لله سبحانه وتعالى. شكون ما يتأثر؟ يعني الحجر، الصخر. والله تعالى أخبر بأنه يتأثر. لماذا يتأثر؟ لأمر الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحجر يخضع لأمر الله، والشجر والكون كله يخضع لله، إلا هذا الإنسان الذي يتجبر على خالقه وعلى سيده وعلى من أنعم عليه بنعمه الظاهرة والباطنة. فإذا القرآن رسالة، أكد عود أكد رسالة يا الله سبحانه وتعالى تكلم معنا. الفاتحة تتعلمنا العقيدة، تتعلمنا العبادة، تتعلمنا الدعاء، تتعلمنا كيفاش نوحد الله، كيفاش نتعامل مع الله، كيفاش نتأدب مع الله، كيفاش نتخلق بأخلاق الإيمان، نسأل الله تعالى باش نكون معه ونبعد عن طريق الشر. كل شيء هذا الشيء كاين في الفاتحة. إذا هذه الفاتحة هذه جمعت لنا القرآن. العلماء، جمهور العلماء يقولوا بأن الفاتحة مكية، هذا الجمهور. وهناك من قال بأنها مدنية، بل هناك من قال بأنها نزلت في مكة ونزلت في المدينة، وهذا من مثنويتها. الله تعالى أعطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني السبع المتاني الفاتحة، نزلت في مكة ونزلت في المدينة على قول كثير من أهل العلم. لأن إحنا ذكرنا الترتيب ديال السور، أول ما نزل من القرآن يقرأ على الراجح من الأقوال. قيل بأن أول ما نزل فاتحة، ولكن قول ضعيف، هي الأول في 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 ماذا؟ يعني من حيث الرسم لا من حيث الحكم. يعني أول ما نزل هي اقرأ. إذن هي الأول في التنزيل من حيث الرسم، يعني تفتح القرآن تلقى الفاتحة، ماشي أول ما نزل من حيث الحكم. أما أول ما نزل هي اقرأ، ثم فتر الوحي انقطع بعد ذلك اختبارا يعني ورفعا لقدر مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقطع الوحي، شحال مدة الوحي؟ كي قال مرة، كي قال جوج، كي قال ثلاثة. الراجح من الأقوال أنه انقطع مرة واحدة، كما ذكر ذلك الإمام السهيلي رحمه الله والحافظ ابن حجر وغيرهم من الحفاظ، قطع مرة واحدة. ثم هذا الانقطاع يعود إلى حكمتين جليلتين. علاش انقطع الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي أحكام كثيرة ولكن نلخصها في جوج. أولا الابتلاء من أجل الاصطفاء، المحنة التي يعقبها أو تعقبها المنحة، يعني الابتلاء الاختبار من أجل الاصطفاء. الله تعالى اختبر النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يصطفيه، أجل الاصطفاء ويختاره. ولهذا العلماء يقولوا دائما رب
محنة في طيها منحة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شحال من حاجة تتبان لك مصيبة عافاكم الله تتبان لك عليه شر، تراها شرا ولكن في طيها هي سبب الخير ديالك. فلهذا الابتلاء من أجل الاصطفاء. ألف لام مما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا المؤمن تبتليه الله تعالى من أجل ماذا؟ أن يطهره من الذنوب والمعاصي وأن يرفع شأنه ومكانته حتى يفوز برضوان الله تعالى وجنته وكرامه. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. الشر تبان لك هو في الظاهر شر، هو خير بالنسبة للمؤمن الذي يفهم عن الله سبحانه وتعالى. فإذا أول حكمة في القطع الوحي الاصطفاء، يعني المشركون ذاته يتكلموا تركه ربه، الله تعالى ما تركه، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك في المفعول به كيش محذوف، يعني شي حاجة عظيمة جدا لا حد لخيال الإنسان، ولسوف يعطيك ربك فترضى. العطاء من الله، إذا تخيل سيدي ربي هو اللي غيعطي، يعني لا حد له. الحكمة الثانية تحريك اشتياق النبي صلى الله عليه وسلم، تحرك ليه الاشتياق إلى الملأ الأعلى، ولهذا قالوا الاشتياق يهون المشاق، الاشتياق يهون المشاق. دابا انت بغيتي تكون غادي للبلاد، غادي شي مكان يعني عزيز عليك، واخا غادي يعني المسافة بعيدة تتبغي غير توصل، يعني كثير فيكم يعني تيمشي في السيارة مثلا تقول لك مثلا نعش، رغم انه يعني خطر عليه خصو يرتاح دابا واحد المسافة يرتاح، تقول لك خصني حتى نوصل. شنو هو داك الشيء؟ الشوق. غادي عند والديك، غادي عند ولادك، غادي عند الاحباب ديالك، غادي عند العائلة ديالك، يعني غادي شي مكان تتحبو فما تتبانش كل مشقة تتحرك. فهكذا يعني حرك الأشواق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى. إذا قلنا الراجح الأقوال أنها مكية، حنا تنسمعوا العلماء تقول لك هاد الصورة مكية وهاد الصورة مدنية، شنو المعنى؟ فسروا هذا الأمر. هذا العلماء هذه مباحث علوم القرآن ما نطولوا شيء، إشارة فقط على حسب الاختيارات التي ذكرها علماؤنا من حيث المعايير الآتية. العلماء ذكروا معيار الزمن، معيار الزماني، والمعيار المكاني، ومعيار الخطاب. إذا متى يقول العالم من علماء القراءات وعلوم القرآن تقول لك المعيار الزماني، فاعتبر بأنه ما نزل قبل الهجرة هذا من المكي، شي صور اللي نزلت والآيات اللي نزلت قبل الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم تقول هذه مكية، والتي نزلت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أجت اسمها هذه تسموها مدنية. إذا اعتبروا المعيار الزمني، ما شافوش المكان، تنزل في مكة، تنزل في المدينة، تنزل يعني في غير مكة ولا في المدينة، ما عندهم شيء اهتمام بهذا الأمر، لا، شافوا الزمان قسموا. هذا هو الراجح عند كثير من أهل العلم من المحققين. كي يعتبر المعيار المكاني، قال لك أودي الآيات اللي نزلت في مكة مكية، والتي نزلت في المدينة يعني مدنية، والتي نزلت في غير مكة وفي غير المدينة تنسب إلى المكان، آيات مثلا شامية إلى آخره تتنزل يعني في أماكن، لكن آيات اللي ما نزلتش لا في مكة ولا في المدينة. والإمام الجعبري رحمه الله من العلماء الكبار قال لك أودي ممكن عفوا مكي من المدني، وذلك من خلال تتبع الصورة والآيات ديالها والمقاصد ديالها. فمثلا الناس اللي قالوا بمكة قالوا أودي الأمر مرتبط بالمكان، هو قال لك راه ممكن نعرفه من خلال المقاصد. الآية المكية علاش تتكلم؟ تتكلم على قصة إبليس والحوار ديال الله تعالى مع إبليس اللعين، قصة آدم عليه السلام، الصور التي افتتحت بالحروف يعني بالحروف التاجية مثلا ألف لام ميم، إلا مثلا البقرة وآل عمران وسورة الرعد.
أو مثلا فيها يا أيها الناس فقط، حتى وصيمات. والآيات المكية تتكلم على ماذا؟ الآيات المكية تتكلم دائما على العقيدة وعلى اليوم الآخر. وهذا الحمد لله راه بينا في يعني قبل رمضان في يعني الجلسة ديال تفسير آيات الأحكام. إن شاء الله احنا راه بعد رمضان إن شاء الله غادي نكملوا تفسير القرآن يعني من حيث الأحكام. طيب كاين معيار آخر، لأن تيقول لك الإمام الجعبري رحمه الله العلماء إما تنعتمدوا على القياس أو تنعتمدوا على النص، والقيس عند عدم السماع لدى الجماهير بلا نزاع. إما تجي يعني الرواية تقول لك هذه الآية نزلت في مكة، تجي الصحابي تقول لك وكنا في مكان كذا فنزلت الآية، هذا واضح. وإما مثلا بالقياس، وذكر هو هذا يعني الوسائل التي يعتمد عليها يعني العالم. طيب إذن الفاتحة هي بإذن الله تعالى مكية كما ذكر كثير من أهل العلم. لكن شنو الغرض ديالنا ملي تنحتف مكي في مدني؟ يعني واش هذه متاعب يعني فكريه؟ واش العلماء ما لقاو ما يديروا؟ بداو تيناقشوا ويختلفوا هل مكي هل مدني؟ لا، هادشي تحتاجوا ليه، وخاصة في باب الأحكام عند علماء الأصول. يقول الحكم الشرعي في باب النسخ وفي باب التخصيص أحيانا تتعرض النصوص ويتعذر الجمع، والقاعدة عند علمائنا الجمع مقدم على الترجيح. تعرضت النصوص ما قدرناش نجمعوا بيناتهم، فتنشوفوا المتقدم من المتأخر. تلقى واحد الآية نزلت في مكة، واحد الآية نزلت في المدينة، إذا تناخذوا بالحكم ديال الآية اللي نزلت في المدينة حيت هي اللي استقر عليها التشريع، هي آخر ما نزل. إذا هنا ما بقاش الإشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيبدا بالتدريج، جاء تيشرع الأمة بالتدريج كما هو هدي يعني القرآن العظيم. بل ماشي المكي والمدني، حتى بين المكي يعني بيناتو والمدني بيناتو كذلك. تتعرض آية مكية مع آية مكية، تتشوف شكون متقدم متأخر، متأخر تتأخذ بها عند تعدل الجمع. كذلك المدني مع المدني، وكذلك عند التخصيص خاصة عند الأحناف. أما الجمهور فيرون هذا من الجواز، يعني الأحناف يخصصون العام بالمتأخر كما ذكر ابن عاصم وصاحب المراقي كذلك. على كل حال هذه المباحث إن شاء الله أنا يعني أخذنا الوعد باش ما نطولوا شيء في هذه المباحث العلمية، وإن الأمور تكون سهلة بإذن الله تعالى، ولكن لابد من الإشارات باش تعرفوا المفاتيح كيفاش تتعاملوا مع القرآن العظيم. إذن الفاتحة الراجع أنها مكية. بقى لنا الآن نذكروا بعض الفضائل ديالها التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بقى نوقف إن شاء الله نبدأ في الاستعادة، ما بقى شيء في الحصة المقبلة بعون الله عز وجل. إذن الفاتحة ورد فيها أحاديث كثيرة، منها الصحيح ومن الحسن ومنها الضعيف، وهذا هو أقسم الحديث كما قال السيوطي رحمه الله: والأكثرون أقسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. هذه أقسام الحديث، كل قسم من هذه الأقسام في أقسام كثيرة تصل المئات. طيب من أحاديث صحيحة ما رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه من طريق أبي سعيد بن معلى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأعلمك أعظم سورة في القرآن، لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي فقلت: يا رسول الله، قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. عجيب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تعلم هذا الصحابي أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة. لاحظوا، أخذ بيدي وطرح عليه سؤال، وهذا السؤال ماشي من أجل الجواب، السؤال أحيانا ماشي دائما تنسولو باش نعرفوا الجواب. شحال مرات تقول للدري الصغير مثلا: واش ما تساليش من هذا القباحة؟ أنت ما بغيتيش الجواب، تتوبخو، سؤال توبيخي. أحيانا تكون سؤال تقريري، صافي اش قلت لك؟ سألتيه هنا؟ لا،
هنا تتقرر ذلك الشيء اللي قلتي. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن سأل هذا الصحابي وكي بغى ينتظر الجواب، يعني مش يسأل وإنما بغى يعلمه. فهنا تنستفد واحد مسألة مهمة في باب ديال التعليم. الآن ركينا علوم قيمة وجامعات وأكاديميات اللي تيتكلموا في الأساليب البيداغوجية في التعليم، كيفاش نعلموا الأطفال، كيفاش نعلموا يعني الطالب، كيفاش نوصفوا المعلومة. البشرية يعني خاض في هذا الشيء. سيدنا رسول الله أمر بهذا وفعل هذا. ولهذا كان واحد كتاب مهم جدا للشيخ أبي غدة رحمه الله، قال الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم، وذكر الأساليب التربوية التعليمية التي كان ينهجها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التعليم. ما كانش دائما يجلس بحال هكا ويعطي الموعظة، لا، كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، ولكن كان تنوع من التعليم، يعني أساليب ينوعها، مرة واعظا، مرة خطيبا، مرة سائلا، مرة يعني معلما عن طريق البيان، وهكذا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، مرة بالرسمي يقول لهم ها الخط المستقيم وها الطرق، الوسائل التي يديرها الناس في الديتاشو وغيرها، كان يديرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذيك الوسائل اللي عنده. فكانت يختار أعظم الوسائل وأحسن الوسائل وأقرب الوسائل وأعماق الوسائل اللي ممكن توقع يعني في الذهن وفي القلب ديال المخاطب. وهذا خصنا يعني نجتهدوا في هذا الباب. هذا ماشي عيد في صافي تقول يا راه تنقول القرآن ولا تنقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة في توصيل القرآن، طريقة فاش توصل الرسالة ديال الله، في طريقة توصل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. دابا تلقى بعض الوعاظ تيكون شي مناسبة الناس فيهم الجوع وفرحانين بهذاك الوليمه، سيد اليوم بسطيله ودار كذا ودار هذه واللحم والمشوي، هو ساعه ونص وساعتين تيتكلم. هذا ماشي من الحكمه، ماشي من الحكمه، تطول علاش؟ اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يستعمل الحكمه، ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احيانا ياتي او يكون سائلا تيسول، هذا من اساليب التعليم، ماشي تسول باش يعطي الجواب، باش يصحح المفاهيم او باش يثير الانتباه بالنسبه للناس. تكونوا غافلين نقول لهم اتدرون من المفلس؟ السؤال هنا النبي صلى الله عليه وسلم عرف الجواب ولكن بغى يصحح لهم المفهوم. قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، ما عندوش درهم، ما عندوش فلوس، ما عنده لا دينار ولا درهم. قالوا منا المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا إلى آخره في الحديث الصحيح مسلم. يعني صح لهم المفهوم، كان عندهم واحد المفهوم تما صحوا، وكانوا غافلين تينتبه الإنسان، لأنك أنت تقول له شنو هو كذا وكذا، تقول يقول لا ماشي هو هذا، تتنتبه وتتخلي أنه يعني مهتم بهذاك الجواب. هذه وسيلة من الوسائل. وأحياناً تجاوب النبي صلى الله عليه وسلم من أساليب التعليم، لأن استبنا بهذا الحديث أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي أخذ بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ بيده وقال يجي نعلمك واحد الصورة أعظم صورة في القرآن قبل ما تخرج من المسجد. إذا أش غيبقى على هذا الصحابي؟ غيبقى مهتم، يعني خصو يعرفها، غيهتم، إذا أنا غادي نعطيك واحد الصورة عظيمة غادي تسمع لها بالكيان ديالك. ولكن أجي قال مثلاً أعظم سورة في القرآن جوج نقاط بيانية الفاتحة، ما يعرف الإنسان، ولكن ماشي بهذه الطريقة، هذه الطريقة فيها تعلق. وكان أحيانا يجي شي واحد يسول صلى الله عليه وآله وسلم تيجاوبه ويزيد في الجواب، لأنه تلاحظ بأن هذاك السيد محتاج لهذه المعلومة اللي زادوا، وخا ما سولش عليها. في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني فذاك الرجل قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم. زاد واحد معلومة أخرى قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لأن هذا بحر. هو سول على الماء ديال البحر واش توضأ به ولا لا، أشار إلى علة الحكم، ما قالش لي نعم. هذه وحدة بينا هذا، يعني ابن عاشر رحمه الله بينا هذه الفوائد ديال قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطاهر، وعلاش ما قالش نعم. الشاهد عندي من القصه قال الحل ميتته، لان هذاك الانسان يقدر يحتاج الطعام، يقدر يلقى الحوت، يلقى هذا، يقدر يعرف، يبغي يعرف الحكم عطاه ليه النبي عليه الصلاه والسلام. هذا من حسن الفتوى، من حسن الفتوى تعطيها شامله. وكان احيانا النبي صلى الله عليه وسلم من مناهجه ومن طريقته في التعليم التدرج،
تتدرج بشوية بشوية. وكذلك تراعي أحوال المخاطبين الناس الأفراد، لأن الناس مش على مستوى واحد. ولهذا البخاري في كتاب العلم: باب من خص قوما بالعلم دون قوم، على أنهم لا يفهموا، أو كما قال رحمه الله، على حسب استطاعة المتلقي. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم، بل هذا يعني هي من سنته، يتخول الناس بالموعظة، تيمشي في التعليم أسلوب ديال الاعتدال ماشي الإملال، تيعطي القياس باش الإنسان ما يملش، وخا كلام الله سبحانه وتعالى، لأن النفوس هذه، وهذا سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا في صحيح مسلم: باب كان يتخول، أو باب الاقتصاد في الموعظة، في صحيح مسلم. الإنسان اللي تيعلم الناس وذكر الناس يراعي، ماشي حيت الناس سكتوا ليك فقط طوال، يعني تكتم. شي مرة كنت في واحد المناسبة، وأنا ما طولتش، مش من عادتي نطول، ولكن يلاه بديت الموعظة بعد ما طلبني مول الدار، شوية لقيت الحركة غير عادية في الدار، وأنا قبل ما تندير الموعظة في أي مناسبة تنسول، تنعيط على المدرس ونقول له متى غيحطوا العشاء، باش الأمور تكون مرتبة. أولا باش ما تدير كلمة ما يدخلش لك صحاب أتاي والحلوى، يعني يشوشوا على الناس، وثم حتى باش تعرف القياس ديالك برنامج، لأن الأصل ماشي هو جايين حنا بوحدنا باش ندير الكلمة والدرس، راه الناس جايين باش ياكلوا، باش يفرحوا، باش يتكلموا مع بعضياتهم، حتى هذه راه مقاصد. شو واحد يقول لي: ولا سيدي حنا جينا نسمعوا كلام الله، ماشي عيب، يعني ولا تجمعنا مثلا وكلينا وفرحنا، فرحنا بلقاء الله وفرحنا بنعم الله، فيك المشكل؟ ولكن هذاك المضار ما كانش مرتب الأمور، هو دخل قال لي دير الموعظة، بديت بالي مسكين محروج، تيمشي ويجي يمشي ويجي، ما عارف كيفاش يدير، حيت هذاك الشيء بسطيلة وشوي إلى برد صافي، ما بقى فيه، ما بقى فيه مصلحة، ونسخ خسر فلوس في مثل هذه المناسبات اللي تنحضروا لها، والله العظيم كي تيخسر 600 10 مليون، يعني في مناسبة تكون عدد كثير جدا، وحضرنا مناسبات اللي تكون فيها 900 الخلق، الناس اللي فتح لهم الله تعالى في الرزق. فإذا أنت من غادي يجيب بسطيلة تجيبها مرتبة مع من عند الفران، شيء مضبوط ولا التريتور، خصها خصها تحط تكون مغطية بواحد الشكل منصف. إذا هو مسكين فرحان باش يكرم الناس، جيتي أنت بهذاك الموعظة ديالك طولتي، أفسدتي عليه كل شيء، 6 مليون مشات ولا 7 مليون مغربية مشات ولا تو، هذه ماشي من الحكمة. فعيش شنو تتحرك، أنا بعينيا تنعرف الناس، قلت لي فلان يكمل ختم مسكين، واحد قال لي سمح لي إياه، قلت له سبحان ربي ربي العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله، يقول لي الناس لا لا كمل رفقي، قلت له لا اللهم نختمو وناكلو هذاك الشيء من قد، ولا تتعير لنا الطيابة ولا التريتور ولا شي واحد يقول لك رفقي هذا ما شاء الله. فهذه الحكمة، النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده الحكمة، شي واحد مقلق واش أنت غادي تجي توعظو في موعظة مثلا تقول لي اتقي الله، خليه يتهدى شي شوية. وهكذا يعني في هذا الباب، هذا على كل حال، فإذا هذا جبناها استفادة من حياتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم صبر على هؤلاء القوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صبر على جفائهم، الأعراب كثير من الأعراب ساعات كبروا عيب في الصحراء، يعني واحد الجفاء، واحد القسوة في المعاملة والشدة والخشونة، ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الجفاء، وصبر على هذا القسوة يعني وعلى الطبيعة ديالهم حتى باش يعلمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثني معلما ميسرا، لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، قالها الأم عائشة: لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وإنما بعثني معلما ميسرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثوش الله بالعانات، العانات عنده يعني شروحات كثيرة، ولكن المقصود به هنا ما هو؟ العانات هنا هي المشقة، ما بعتنيش باش ندير المشقة للعباد، أو متعنيتا بدا نقلب عني عن الأخطاء والزلات ديال العباد، بعثني معلمة تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وميسرة حتى التعليم فيه يسر وفيه رحمة. يدخل هذاك الشاب يقول لي مرني بالزنا، شاب قوي أعطيني بإذن باش نزني، ورحمه النبي صلى الله عليه وسلم، يشد بيده: أترضاه لأميك، أترضاه لي كذا، أترضاه لأختك، تحل بالرحمة. وهذاك تيشوف ويدير ليه النبي صلى الله عليه وسلم هكا، يشوف واحد يعني فتوتينا بشابة، والنبي صلى الله عليه وسلم تيلوي عافو، شاب قوي راعى هذه الجانب. فإذا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من هذه الأحاديث العظيمة في
في فضل الفاتحة ما رواه الإمام الترمذي وقبله الإمام أحمد من حيث الترتيب الحديثي، والترمذي وقال حديث صحيح من طريق سيدنا أبي رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بصورة لم تنزل في بأعظم صورة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان، أي في القرآن، مثلها. فقال الفاتحة. الصحابي قال لي: أجل نوريك واحد الصورة ما عمرها نزلت يعني بحالها الفاتحة. وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد كذلك والإمام النسائي من طريق سيدنا جابر بعبد الله: ألا أخبرك بأخير سورة في القرآن؟ قال: نعم. فقال: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. أعظم سورة في القرآن الفاتحة، هذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي في شعب الإيمان أن الفاتحة شفاء لكل داء. الفاتحة إذا قرأ الإنسان باليقين. وفي الصحيحين كذلك من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرته، سافروا يعني مشوا في واحد السفر، عدد من 10 من 3 حتى 10 نفر، مجموعة من الناس، جماعة من الناس، الرهط من الناس، حتى نزلوا، يقول يعني الصحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، على حي من أحياء العرب، يعني نزلوا عند واحد الحي، واحد المنطقة من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. يعني هاد الصحابة رضي الله عنهم سافروا في واحد السفر، ما كانش معاهم النبي عليه الصلاة والسلام، نزلوا واحد المكان تقع ما عندهم شيء يزاد، تقاد عليهم، استضافوهم السن تاع الطلب، طلبوا منهم الضيافة، ولكن هؤلاء رفضوا، ما بغاوش. ثم قال الراوي سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فلدغ سيد ذلك الحي، لدغته عقرب السم، فاستعملوا كل شيء فلم ينفعهم شيء. فقال قائل منهم: اذهبوا إلى هؤلاء الرهط لعلهم أن يجدوا شيئا. فعلا قالوا بصيروا عندهم، وفي بعض الروايات بأنهم عرفوهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا عندكم الشفاء وعندكم الرحمة، قالوا مش عندكم شي حاجة يعني تشافيوا بها، يعني سيد القوم، سيد القوم يعني بحال قلتي الخليفة ولا الرئيس ولا الملك ديالهم والمسؤول عليهم. فقام يعني رجل من هؤلاء الأصحاب في رواية هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لعل عند البزة، قال: والله إني لأرقي. قال لهم: أنا ترقي، ولكن ما غانيش نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلة، لأن استضفناكم وما قبلتوش، يعني استضفنا يعني طلبنا منكم ضيافة وما عطيتونا والو، أنا عندي باش نشافي ولكن ما غنديرش حتى تعطينا واحد النصيب واحد الأجر. من هنا جوز العلماء أخذوا الأجرة على الرقية. فوافقوهم على كذا وكذا من البعير، في بعض الروايات 30 شاة، يعني توافقوا، قالوا نعطيكم 30 واحد القدر. فبدأت يقرأ الفاتحة ويدفل رضي الله عنه البساط الخفيف مع القراءة، فكأنه فقام كأنه كما في الرواية فانطلق كأنه نشط من عقال، معنى نشط من عقال بحال شي واحد كنتي رابطو بشي يعني شي حبال كنتي رابطو بها البهائم أكرمكم الله وحيتي عليه، يعني كأنه ما مريض ما فيه تشي بس، كل هذا بفضل الفاتحة. كيف فينا هو هذا اليقين ديال هذا الصحابي، عنده اليقين، قرأ عليه الفاتحة فقط ناض، وما به من قلبة، قلبة يعني هو قال لك الداء والمرض والعلة من القلاب، واحد الداء تيجي عن القلب، فمين بغاو يعطاهم ووفاو بالوعد ديالهم، أعطاهم يعني البعير. قال هذاك الصحابي سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال لهم: لا، ما نمسوهاش حتى نشوف النبي صلى الله عليه وسلم واش غيقول، مش حلال ولا حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم، قال لي: وما يدريك أنها رقية؟ شكون قال لك؟ فقال لي: أصبتم. قال: قسموها واجعلوا لي واحد النصيب يعني معكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي يعني التعلق ديالو بالدنيا ولا
بالمال، لا، غير إرضاء لهم حتى يطمئنوا. ولاحظوا دابا الآن سورة الفاتحة شافته من ماذا؟ يعني من سم ديال العقرب بإذن الله تعالى، لهذا الشفاء من كل داء باليقين. ولهذا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كان إذا تصابوا شي مرض يقرأ الفاتحة، شي وجع يقرأ الفاتحة باليقين، لأن الله تعالى جعل الشفاء في القرآن العظيم. طب الحال هذا ماشي معنى أنه مثلا نأخذ شيء من الأسباب، الأسباب التي وضع الله سبحانه وتعالى في الكون، تداووا عباد الله، هذا عيب مسكين، قال يا الله يجعل البركة، تداووا عباد الله، يعني سيدنا رسول الله أمرنا يعني بالتداوي، ولكن تلقى القرآن يعني في شفاء. كذلك من خصائص سورة الفاتحة ومن فضائلها أن الله تعالى فرضها علينا كما هو مذهب الجمهور في كل ركعة من ركعات الصلاة، لا بد تقرأ الفاتحة عند الجمهور، ما خليش الفاتحة ركعة باطلة خلاف الأحناف. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في الحديث الصحيح: من لم يقرأ بأم القرآن فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج غير تمام. ما معنى صلاته خداج؟ يعني ناقصة غير تامة ما محسوبش. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، إذن أنت متى تبدأ تقرأ الفاتحة تبدأ تتكلم مع الله سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، مجدني عبدي، مالك يوم الدين، أو أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، وفي رواية: فوض إلي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. شوف هذا الفضائل لهذا الصور، لولا دخان الشهوات يعني والمعاصي اللي تلطخات بهذه القلوب كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: العبد سيطير فرحا بقول سيده وخالقه عبدي 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 ثلاثة مرات. سيدي ربي يرفع الشأن ديالك. وبما زادني شرفا وكدت أطأ بأخمص التريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا. هذا فرحان حيت هو دخل في هذه الآية: يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فرحان أنه عبد الله. إذا تقول الحمد لله رب العالمين، استحضر أن الله تعالى شو تقول لك: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. فلهذا أول ما تبدأ في الفاتحة تبدأ تعرف التوحيد، تشوف هذه الأسماء الله تعالى والصفات ديالها، وتستحضر أنك في مناجاة مع الله، وليتي تتكلم مع الله سبحانه وتعالى واش ممكن يغفل، وليتي تتكلم مع الله سبحانه وتعالى واش ممكن يتعلق بشي حاجة أخرى، وليتي تتكلم مع الله سبحانه وتعالى واش مازال يتعلق بالدنيا ولا بغيرها. شي حاجة عظيمة سورة الفاتحة، بحال شي واحد يقول لك: سيدي أجي نفتح لك واحد الكونت في المؤسسة عندنا، باش يولي عندك واحد الحساب، وانت تتفرح تولي عندك حساب تيدوزوا ليه الأموال. فالفاتحة راه تتعلمك وتتولي تتكلم مع سيدي ربي مباشر. إذا نقف بإذن الله تعالى كما وقف هذا الميكروفون، يعني سبحان الله العظيم عندي هذا ابتلاء مع هذه الميكروفونات، يعني في كل زمان وفي كل مكان ما نمشي، يعني ما كاين شيء العناية في المساجد بالميكروفونات إلا القليل في العالم، ماشي العام كنت في كندا نفس المشكل في البلاد، إلا سبحان الله العظيم تلقى في البلاد أكثر من هذه الدول. وتنقل خاص يكون العكس، كان المفروض تنقل جماعة تجي مثل هذه البلدان المسلمون غيكون تأثروا يعني بهذه الوسائل التقنية وهذا، ولكن تلقى مضعف في البلاد، في البلدان المسلمة عندهم هذا الشيء سبحان الله العظيم في الإتقان. ولكن علاش؟ حنا ما تهضروش على المسجد، تهضروا بصفة عامة، حيت الناس يجوا حتى لهذا الشيء تقول لك لا ما كاين باس، المهم راه الصوت يتسمع. أبدا
الناس دابا الان ما تيديروا غير مسرحيه ولا تيديروا يعني شي حاجه ديال الغناء تيجيبوا مهندس وتعيط على اللي تيغنيو تيراه سولهم هنا في اوروبا تقول لي غنيو تيبدا داك المهندس يقاد الصوت هذا ليكو هذا التريبل هذا الباس هذا كذا هذا كذا حتى تنضبط لي مع الصوت ديالو مع المقامات الصوتيه ديالو تيقادها تيسهل الميموريا ولكن حنا ملي تنجيو في القران وفي الدروس لا ما كاين مشكل حتى في ذاك الاله ماشي شي لومبلي ماشي مشكل قدير غلط وهذا خطا هو لماذا احنا ما عندناش احنا اذا ما كاينش عندنا المهندس الصوت خصنا نوجدوه كاين الخطه لا ما تهضرش على المسجد هنا احنا لا نتكلم عن هذا المسجد تنكون بصفه عامه انا بحال مثلا انا مشيت كندا في موريا تندير درس موريا معروفه انه الناس المهندسين لي زانجينيور كاينين تما واذا ما تستافدوا حتى شي واحد يقاد لكم الصوت يبقى يصفر ويبقى كذا فهمنا يعني حنا ما تهضروش دابا على هذا المسجد تهضر بصفه عامه يعني خصنا الان نكونوا دايرين الميزاجور في مثل هذه الامور ماشي في الميكرو في كل شيء الاهتمام بالواقع ديالنا بما يجري شوف القران ماذا يفعل حنا نذكروا في القران الف لام ميم غلبت الروم والمسلمين بقينا ضعاف ولكن تيتكلمين على واحد الدوله عظيمه باش يهتم وهذا تيسمى السياسه الخارجيه اذا ما عرفش هذا سبحان الله العظيم وهذا نفتح واحد القوس تلقى الناس الان ما هو تخلق باخلاق الاسلام مثلا في انتظار في الاخلاق وفي الان مثلا تلقانا يعني في المحلات التجاريه وغيرها ما تندوش النظام مين يكون شرطي كاين نظام تلقى الانسان هنا داير النظام غير يوصل للحدود ديال البلاد ديالو الفوضى ما هو تخلق باخلاق الاسلام ما هو تخلق باخلاق ديال هاد الناس اللي عاش معاهم سبحان الله العظيم هذا واحد العالم وبيان ختيم قال لي انا غادي نمشي للازهر شامي من سوريا قال لي مزيان ولكن جيني عالما او جاهلا ما تجينيش لا عالم لا جاهل قال لي واحد من جوج اما تجيني عالم ولا تجيني جاهل علاش حيت هذاك عالم غينفع الناس عنده العلم او جاهل المهم راه عارف راسو جاهل لكن ما هو عالم ما هو جاهل هذا هو المشكل هو تيصحاب راسو عالم هو راه جاهل هذا هو اللي وقع لينا حنا حنا هذوك الغرب ما شدينا هنا ما شدينا هنا للاسف وصلي اللهم وسلم على سيدنا احنا ما تهضرش على المسجد هنا انا تنهضر بصفه عامه تاسفت يعني بصفه عامه لا هذا سهل هذا امر ديال سهل بالحجر لا هذا بالحجر هذا انتهت ساعته وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين Thank you.